يا رب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى من لدنه وبركاته. حياكم الله أخوانا وبارك الله فيكم ورزقكم الله الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا مولانا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها وخوفا وتقا وورعا لك منك في الدين، برحمتك ورضاك يا أرحم الراحمين. أول واحد من إخواننا مكتوب أبو علي، حياك الله أخوي أبو علي، ورفع الله مقامك وجعلك الله وذريتك وأهلك مع عليين إن شاء الله في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أخواننا وصلنا الجزء الثالث، قوله تعالى تلك الرسل، الآية 253، يعني آخر الأوراق من سورة البقرة. يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله. إخوانا منهم من كلم الله، يعني من كلمه الله. في عنا هون هاء الضمير الموصول محذوفة، منهم من كلمه الله، فالله فاعل مو مفعول به، منهم من كلمه الله. لفظ الجلالة هون اجت معنى الفاعل، لفظ الجلالة. نعم. ورفع بعضهم درجات. إذا يا أخوانا نحن ما بحق لنا نميز بين الأنبياء، لأنه نحن ما وصلنا لمرتبة الأنبياء الطاهرين حتى نميز بيناتهم، ولا وصلنا لمرتبة الأولياء الكمل حتى نميز بيناتهم. هن الله سبحانه وتعالى ميزن بالرسالة، والأولياء تميزوا بالولاية وبالتقوى. فأنا ماني أهل حتى أقيم أهل العلم، وماني أهل حتى أقيم الأولياء أو الصالحين. أنا علي أقيم نفسي مع ربي عز وجل. لذلك لا تنظر إلى ما يقوله الناس عنك، ولكن انظر أنت ما تقول في نفسك. تمام؟ ألين بحج حمده الغالي، حج حمده الجزء الثالث، أول الثالث، الآية 253. نرجع نعيد إخواني من أول. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات، وأيدناه بروح القدس، يعني جبريل. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا، مو ولكن اختلفوا، ولكن اختلفوا، لأنه هون إخوان اجتمع عنا إيش يا حمدو؟ اجتمع عنا ساكنين، فكسرنا الأول وسكننا الثاني. فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يعني ليميز الله الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله تعالى بده يميز بين الخبيث والطيب. عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، يوم الله بيّن لك الفتن قدامك، والفتن كل أهلين بحبيب قلبي أخوي حبيبي الغالي شيخنا وتاج راسنا حاج وسيم المحترم، الله يبارك فيك والله يحفظك ويطول عمرك أخواني. هذا شيخ وسيم، هذا أخوي لم تلده أمي، ولكن
تعشق حبه في أرواحنا، لأن الشيخ وسيم من المحبين لأهل الله، من المحبين للأولياء والصالحين. الله يبارك فيك إلهي يا حاج وسيم الغالي، والله يكرمك ولا يهينك ولا يهدك عن حيلك ولا يوقعك عن حيلك، ويجعلك في أنظار سيدنا الشيخ محمد فرواتي رحمه الله وكل أنظار الأولياء، وخاصة سيد الشيخ محمد النبهاني وشيخ الشيخ سليم الخلف وشيخ الكبير سلطان الأولياء سيد الشيخ أحمد الرفاعي الكبير أبو العالمين طيب الله روحه الطاهرة. فإذا لله تعالى أن يبتلي عباده بما يشاء، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. أحلى أبو مازن الغالي. أبو مازن على أساس أنت تساوي لنا وما سويت لنا، عم نستناك إيمت لنشوف لنجي لعندك. نعم أحلى أبو مازن. أبو مازن إخواننا من الغوطة، من الغوطة الشرقية، من الناس المحبين لسيد الشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ولسيدنا الشيخ كفتارو طيب الله ثراهم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. أخواني عندنا نقطة بالقرآن لازم ننتبه عليها. عن الخطاب بالقرآن ينقسم إلى قسمين، قال علماء التفسير رحمهم الله عنا قسم ينقسم يا أيها الذين آمنوا، وعنا قسم ينقسم يا أيها الناس. فقال سادتنا العلماء الأجلاء رحمهم الله جميعا، قال أما خطاب يا أيها الذين آمنوا فغالبا غالبا ما نزل في أهل المدينة، لأن أهل المدينة كانوا أرق قلوبا. أخواننا إشو هون عرب قلوبا، يلا اللي بعرف يكتب لنا ايش معنات كانوا ارق قلوبا. قلوبا خطاب يا ايها الناس، قال غالبا هذا ما كان لاهل مكه. خطاب يا ايها الذين امنوا، خطاب لاهل المدينه المنوره، خطاب يا ايها الناس لاهل مكه. ونحن بنعرف طيب المدينة المنورة، على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. اي والله يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، اه والله يا عيني يا نريد، والله يا عيني أسكن بالمدينة وجار ما أريد غيرك يا أبو إبراهيم. يا عيني يا عيني، ها والله يا عيني، جوار ما وغيرك يا المصطفى، جوار مريد مريد مريد، والله مريد، والله يا عيني وحيات، والله يا عيني وحيات، الأفرق الجمعة من العيد، وغيرك يا أبو إبراهيم ما جرح قلبي حدا. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. الله يطعمنا وأخدمك إن شاء الله. هيك عن سيدنا النبي، أهلين أهلين بخالي، أهلين بالخال، خالي حاج عادل أبو علاء، الله يمد بعمرك يا خال ويطول بعمرك ويشافيك ويعافيك بجاه سيدنا محمد، والله ديمك على راس برد خالي وهالولاد بجاه سيدنا الرسول يا خالي إلهي،
بيطول عمرك يا خال إلهي، أحلى خال، الله يطول عمرك يا رب. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم. الله، شو استدلت العلماء الأجلاء، ايش استدلوا من الآية؟ ولا شو الآية؟ ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء، أي إلا شاءت إرادة الله أن يطلع أحدا من خلقه على علم الغيب فلله ذلك. حبيب قلبي حاج وسيم الغالي، نعم، أرق قلوبا قلوبا تمييز، نعم، الله يفهمك أعراب القرآن يا أخوي حاج وسيم، مثل ما الله هيك رزقنا فهم الأعراب في القرآن، هيك تقرأ أعراب كتير بصير عندك عشق للقرآن لسه أكثر وأكثر، وخاصة هاي يوم تشرح الآيات في علم البلاغة والمنطق. الله إلهي يجمعني أنا وياك يا شيخ وسيم هيك عن سيدنا الرسول، أخذ مكونيك في الكعبة وعند الروضة الشريفة الطاهرة، نعم، قلوبا تمييز. شايفين إخواننا؟ بشيء من علم إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده. إيش معنات ولا يؤوده؟ هاي كمان بدنا إيش لازم نعرف معناتها. البعض من إخواننا يكتبنا معنى كلمة يؤوده عشان نستفيد كلياتنا، أنا وأنتم كلياتنا سوا، الله يعلمنا علمه يا رب. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. نعم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا عيني، اللهم يا رب نور قلوبنا بنور القرآن ونورك، يا نور السماوات والأرض، وبنور سيدنا محمد. ألم ترى إلى الذي، إخواني مو ألم ترى غلط، ألم ترى هي لأنه محذوف حرف العلة بالجزم. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، يعني صار يحج سيدنا إبراهيم في أمر ربه، في وجود ربه، يعني على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه بدل المضاف. والدليل على ذلك عم أبضياء قوله سبحانه وتعالى: واسأل القرية، القرية لا تسأل ولكن اسأل أهل القرية، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. نعم، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، قلقلة كبرى، فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. شايف؟ بدل ما الله عطاك الملك، عطاك مال، عطاك علم، عطاك جاه، عطاك جمال،
عطاك صورة، عطاك فهم، أنت من عندك هاد؟ ليش مين أنت حتى تجيبه من عندك؟ إذا أنت طلعت من والدك مجرى البول استقر هالنطفة في رحم الوالدة، فالله سواك أنت منين طلعت أصلك؟ هلا عم بتكابر وبتتكبر وبتشوف حالك على الفقير وعلى المسكين. شلون يعني الحكي هاد؟ أنا الملك، أين الملوك؟ أين ملوك الأرض؟ كما ذكر سيدنا الإمام البخاري طيب الله ثراه، ينادي يوم القيامة أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبابرة؟ أين الذين عاشوا في رزقي وعبدوا غيري؟ لمن الملك؟ أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ طالما في موت ما في مرجلة. المرجلة اللي بيخلص حاله قدام الله بكرة، المرجلة اللي بيضب لسانه عن الناس وعن عورات وأعراض الناس، هاي المرجلة إخواني. ما هي المرجلة بالحكي وبالزعم؟ كلاتنا صرنا زعماء آخر شيء، لوين وصلنا؟ حاجتنا زعمات، فهمنا؟ حاج ضحك على اللحى بس على بعضنا. الزلم اللي بخلص حاله بكره من ايدين الله ومن ايدين الملكين، يوم اللي الله بيقول لك، الملك بيقول لك من ربك؟ من دينك؟ انظروا في صلاتي عبدي. وانا طبعا والله اشهد شهاده امام الله، هي ولا ازكي على الله احدا. يعني اخوي الشيخ وسيم 7 سنين جيران بعزمارين وتل عمار، والله كان يمكن اكثر الناس صياما في تلك المنطقه، وأرجو من الله أن يجعلها في صحيفة أعماله. والله يعني يكفيه فخرا محبة الأولياء والصالحين، وهالشيء والله يا أخواننا قليل، ها اللي بيحب الأولياء وبيحب العلماء هذا قليل. كثير في ناس ألسنتن طويلة على الأولياء والعلماء لأنه عالم، لأنه ولي، بس يكون بعلمك، ها يلي عم تحكي على ساداتنا الأولياء والعلماء أنت عم تحاربه لله، ها رغم أنفك غصب عندك أنت عم بتحارب الله ولك. اسمع شو الله بيقول في الحديث القدسي الجليل، الحديث الله عن سيدنا رسول الله: من عاد لي وليا، الله عم بيقول مو أنا ولا الشيخ وسيم ولا غيره، الله عم بيقول من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. لأنه أنت عم بتحارب الولاية اللي الله حطها بصدره بولايته بتقوى لله، فانت عم بتحارب الرسول، واللي بيحارب الرسول بيحارب الله عز وجل. بس نحن لسنتنا طويله، طويل لساننا على العلماء، لانه العالم والله دائما بقول انه بيخاف الله. لا صدق بيخاف من حدا ابوي، لا صدق العالم العالم بيخاف من حدا. العالم اشجع الناس مع الله سبحانه وتعالى. العالم الله عطاه الدين والقناه بيخاف، لانه عنده اقوى ايمان بالله، ما بموت الا باجل وما بقطع رزقه طيب. وكلنا للاسف اخر شيء بنبخل بحق الشيخ، بحق رجل الدين، بدل ما رجل الدين نعطي اكثر ما نعطي كل الدنيا، كل الناس بتاخذ اكثر من رجل الدين. ايه شيخي ايش خاب تحبوا المصاري؟ ما تشفي يمكن 2003، انت عندك 400 500 ألف 20 هكتار ودراكتورين وسياره، ما تشفي انك 2003؟ يعني لازم تضل انت مضطهد، لازم تضل انت مسلول انه لانه رجل دين. واذا اجى مسؤول بشغله بعمله بنفت له العمله فت، بس من شان يخبينا المعامله او ما ياخذنا. ما بنسال حلال حرام، ربا ما ربا، رشوه ما بهم، الله غضب، الله سخط، الله ما قتنا، لك ما بهمنا الله كله جل جلاله. نحن لك الله كله ما بهمنا، لان هلا نخلص من الشغله، ايه لا يوم الله الله بفرجه. ان ربك لبالمرصاد، هاي اللي عاشرناها وشفناها بعيننا. لذلك يكفينا فخرا نحن، وإن كنا ما أخذنا حقنا، ما أخذنا حقنا أبدا، ولكن يكفينا فخرا أن الله تعالى يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بكفي عم نرفع كلمة الله أكبر بخمس أوقات، عم ترتفع كلمتنا للعرش، أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على حبيبنا محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على شفعنا محمد، صلى الله عليه وسلم. عبد الله الله ألين ألين بالشيخ عبد الله،
أهلين أهلين بالشيخ عبد الله الغالي، حياك الله حياك الله. أهلين بحبيبنا وأهلين بأخينا الغالي حاج عبد الله الخطيب، في اسم تحت والله ما أعرف أقرأ ما عرفت أقرأ، وأخونا أبو الفوز حياكم الله حياكم الله، يجمعنا عن سيدنا الرسول إن شاء الله، الله يجمعنا بالروضة الشريفة يا رب، الله يجمعنا بمكة المكرمة يا رب، الله يجمعنا تحت حوض ولواء سيد الأنبياء وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فهذا النمرود اللي طغى آخر شيء الله بعث له ذبابة دخلت في أنفه كما ذكر سادتنا علماء التاريخ رحمهم الله، فصارت تكبر في راسه حتى أصبحت هكذا، فكان أحب الناس إليه من يضربه أجلكم الله طبعا، وهذه الوجوه الطاهرة يعني على رأسه بالحذاء حتى مات. هذا في الدنيا فضيحة له، وعدا عن عذاب الله يوم القيامة شرار الناس إلى حطب جهنم وبئس المصير. أهلين بأخوي حاج عباس قلي المحترم، سلمنا على كل الشباب على كل إخواننا القلي المحترمين، حياكم الله حاج عباس الغالي. نعم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، منه سيدنا العزير. نعم. قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. الله، أن اسم استفهام له الصدارة، استفهام لقوة الإيمان الموجودة في قلبه موجودة، تعظيما لجلال الله، تعظيما لقدرته وليس إنكارا، أعوذ بالله، كما قال صلى الله عليه وسلم بحق سيدنا إبراهيم، هل بده يجي معنا الآية اللي بعدها؟ نحن أولى بالشك من إبراهيم. لا أخواني لا لا لا، أعوذ بالله، هذا دليل الاستعجاب لقدرة الله، بتقول له يا ربي دخلك يا شباب على هالقوة، الله ما أقدره، يعني ما أعظم قدرة الله، هي معنات أن يحيي هذه الله بعد موتها. فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبث، استفهام، قال لبثت يوما أو بعض يوم، يعني أنا بعرف حال الصبح قعدت بعض العصر أو العصر، معناته يوم أو بعض يوم، يعني صار الليل وجاء ثاني يوم. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، يعني إيه تسنى عم الشيخ؟ يعني يتغير. وانظر إلى حمارك ولنجعلك، لما إلى الطلاب لا، لام التعليل إخواني انتبهوا، لو كان كلام طيب قال ولنجعلك بالجزم، انما قال ولنجعلك، اللام لام التعليل والجر اللي بعد الفعل مضارع منصوب الكاف مفعول به، ليش؟ لانه اتصلت بالافعال. ولنجعلك آية للناس، وانظر الى العظام كيف ننشزها. اخوان ايش اعراب آية؟ ها اخوان ايش اعراب آية؟ يلا. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، صار جمع العظام الله أكبر ولا صار إيش؟ صار حمار 100 سنة صلوا ميت، لكن الله ما عنده لا 100 ولا 200 يا أخيو، يا عالم الله ما عنده، أمره بين الكاف والنون، حتى يقول سيدي الشيخ متولي الشعراوي الله أخواني ما عنده كن، الله عبقرب لك، شلون بده يقرب لك الأشياء حتى تعرف أنه تتعامل بها في دار الدنيا. فيوم اللي أنا بدي شغلة من أخوي الشيخ وسيم، من أخونا الشيخ عبد الله الخطيب، من أخونا سادتنا أهل العلم، بدي من ابني من زوجتي شغلة، بدي أشرى وأحكي، فالله راد يقرب لنا هالكون فيكون، يعني هيك التعامل، الله بمجرد المشيئة الإلهية كن فيكون، ربنا بمجرد الأمر المشيئة الإلهية كن فيكون، ولكن ده يعني أصغر كلمتين في اللغة العربية، مثل ما، مثل ص، مثل ق، كن خلص يعني كلمتين، الله بيقربها لك يا سيدي عشان تعرف زود ربنا عز وجل في دار الدنيا الأشياء المخلوقة. لذلك يكون أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم نكسوها لحما، نجمعها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. شايف؟ شوف الآية اللي بعدها. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى،
قل الرؤية بصرية يا اخوان، انتبهوا، الرؤية بصرية ما هي ايش؟ قلبية. اخونا حاج عبد الباسط عارف وبشار حاج عبد الله، اهلا وسهلا بكل اخواننا ضيوفنا الجدد، حياكم الله، حياكم الله اخواني. نعم الله يبارك فيك اخوي حاج عباس. نعم، أرني كيف تحيي الموتى يا عيني، قال أولم تؤمن. بس خلصت أحكي لكم قصة عن ساداتنا الأولياء، حدثت مع سيد الشيخ محمد النبهاني، طبعا أخوي الشيخ وسيم بيعرفه، سمع في المدرسة، وحديث كمان بس نخلص عن شيخنا الشيخ الشعراوي، ذكر حديث عن الله في التوراة، بس نخلص إن شاء الله بنذكره. قال أولم تؤمن، شايف شو قال له؟ بلى، حرف جواب، ملاش محمل إعراب. ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، سعيا حال، أي حالة كونهم سعين إليك. واعلم ان الله عزيز حكيم. جاب اربع طيور سيد فراح اخواننا سيدنا ابراهيم عليه السلام، جاب اربع طيور مباشره، شو سوى؟ ذبحن وخلطن في بعضن وحط على جبل ابي قبيس وجبل بني قينقاع وصفا ومروه، المهم، وصحن تعالوا باذن الله، ولا كانوا طيور قدامه. هي قدره الله عز وجل. فلما شوف شايف، قال اولم تؤمن؟ قال بلى. فسيد ابراهيم مؤمن وكامل الايمان بالله سبحانه وتعالى، ولكن ليطمئن قلبي. نعم، مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. أهلين بأخوي حج أحمد العيسى، حياك الله، كنت بتخبي ما هيك عب الدور. الله ان شاء الله يرضى كل عن سيدنا الرسول على الحج والعمره ان شاء الله يا رب، بخدمك عن سيدنا النبي. شايفين اخواننا بدي يدفع صدقه، ما بدي يحكي قدام الناس الا اذا كان نويت من شان تشجيع على عمل الخير، معلش، كما كان على زمن حضره النبي يوم جهز جيش العسره سيدنا عثمان، معلش هيك معلش. اما والله إذا اليوم عطيت، نحن كرجل دين مثلا، إجا واحد عطانا هي صدقة هي زكاة، تاني يوم حكينا الشغلة صارت، حكينا الحق، بتلاقي على السريع شايفين هالشيخ والله العظيم ما عنده حياة ولا 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 خجل، لكن بير عطيته عم بيحكي علي على المنبر، ليش الدين للشيخ ولا لك ولا لغيرك؟ عم بتمن عليه لأنه عطيته؟ يمنون عليك؟ ليش من اللي عطاك المال؟ مو عطاك هي الله عز وجل؟ ليش انت من عندك جبت المال؟ الله هو اللي اعطاك اياه من شان تعطي الفقراء شان يزيدك. لانه الزكاه في اللغه النمو. لذلك قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى. المنان لا يشم رائحه الجنه. انت الله اعطاك شان تمن على الناس، بكره بياخذ منك هالما بيعطيه لغيرك. ووقعك في مرض وتحط كل مالك وما بتطيب. اخواني ديروا بالكن، ديروا بالكن، حدا يمن على حدا. المنية لله ولسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس
ولا يؤمن بالله واليوم ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله الراء مرققة واليوم الآخر الراء مرققة لأنه يجي قدامها كسر. فمثله كمثل صفوان يعني حجر أملس عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا يعني صاب شوية مطر لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة يعني مكان مرتفع أصابها وابل فأتت إخواني يعني أستبيحكم العذر عندي أمر طارئ دقوا لي جماعة هيك بمشكلة. فبعد ما ارجع ان شاء الله اليوم ان شاء الله بحاول بعد المغرب او بعد العشاء نكمل ان شاء الله البث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا مولانا محمد سيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم تقبل منا ثواب ما قرانا ونور ما تلونا وما تحصل من قراءة من كلامك الكريم من بعد إذنك يا مولانا، هدية واصلة منا مطيبة بأطيب العطور إلى مقام إمام أعظم الأنبياء وسيد المرسلين، ومنه يا مولانا إلى روح صاحبي الشيخين العظيمين الجليلين التقيين الورعين الصالحين السيدين الوزيرين الطاهرين المقيمين بجنبيه إلى يوم الدين سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر، وإلى باقي العشرة المبشرين، وإلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وإلى أصحابه الغر الميامين، وإلى جميع الأولياء والشهداء والأقطاب والأبدال والندباء والنجباء، وإلى رجال الله المتدركين، وإلى رجال الله الأربعين، وإلى روح أبا وأمات إخواننا الذين يسمعوننا في هذه اللحظات المباركة. اللهم يا رب إكراما لإسمك الأعظم وإكراما لمقام سيدنا محمد نودي إلى روحهم منا ثواب قراءة سورة الفاتحة. اخواني يكمل ان شاء الله بعد المغرب باذن الله، بس نصلي المغرب ان شاء الله نكمل. الله يجزيكم الخير، استبيحكم العذر، الله يبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.